السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر طارق فؤاد، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة دكتور يحيى المشاد الرسمية المتميزة للغات، ومؤلف كتاب إكسلنس. النهاردة إن شاء الله مع مراجعة لمسرحية ماكبث الفصل الرابع والخامس، يعني الترم الثاني. إن شاء الله نراجعها من خلال أسئلة وإجابات، وهنجيب كمان سؤال الكومنت بإجاباته. وطبعا عارفين كلنا أن المسرحية كان ليها ثلاث فصول في الترم الأول، ودي التكملة بتاعتها في الترم الثاني. يلا نبدأ على بركة الله. Number one. What were the witches doing at the beginning of this act? بداية Act 4 كان الساحرات بتعمل إيه؟ They were standing around a big pot and throwing ingredients in the pot and chanting a spell. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا واقفين حوالين قدر كبير جدا تحت نار وبيرموا فيه بعض المكونات في البوت دوت وبيغنوا تعويذه معينه، سبيل يعني تعويذه. Number two, what does the first apparition show Macbeth and what does it say؟ اول شبح ظهر له بعد ما شرب من المكونات دي والتعويذه، طبعا هيظهر له اربعه، اول شبح ورى له ايه وقال له ايه؟ shows Macbeth a man's head، وراله رجل لرأس wearing armor ولابس درع، and warns him against Macduff، وبيحذره من Macduff the thane of Fife، أمير مقاطعة Fife. Number three, what does the second apparition show Macbeth and what does it say؟ طب التاني بقى قال له ايه وكان شكله ايه؟ It shows Macbeth a bloody child، بتوريله وجه طفل عليه دم جامد، and says that، وبيقول له none born of a woman، محدش اتولد من رحم امرأة يعني، has the power to harm him، يقدر ان هو يأذي. Number four, what does the third apparition show Macbeth؟ طب التالت وراله ايه and what does it say؟ وقال له ايه؟ It shows Macbeth a crowned child، وراله طفل برضه بس طفل لابس تاج، that carries a tree branch، شايل غصن شجرة، and says that he shall never be beaten until Birnam Wood moves toward his castle. وبيقول له ان انت يا ماكبث مش تتهزم ابدا الا لما غابت برنام تتحرك وتروح القلعه بتاعته. Number five, what does the fourth apparition show Macbeth and why did it disturb him? الرابع او الشبح الرابع وراله ايه وليه اللي وراه له ازعجه؟ It shows eight kings، بيوروله تمن ملوك appear ظاهرين يعني walking in a line followed by Banquo's ghost، ورا شبح بانكو والتمانية على شكل بانكو. Macbeth gets very angry at this sign، يعني اتضايق جدا من العلامة ديت، that Banquo's heirs ان الورثة بتوع بانكو او احفاده يعني will get the throne، هيحصلوا على العرش. Number six, what did Macbeth decide to do as a result of the first apparition؟ Macbeth قرر يعمل ايه كنتيجة لتحذير الشبح الأول من ماكدوف؟ Macbeth decided to kill Macduff، قرر يقتل ماكدوف، كان لسه ما يعرفش إن ماكدوف هرب لإنجلترا. عشان كده نمبر 7 بيقول إيه؟ What did Macbeth do؟ عمل إيه؟ When he knew that Macduff fled to England، لما عرف إن ماكدوف هرب لإنجلترا. He killed his wife، قتل زوجته and the children وأطفاله، and burned his castle، وحرق القلعة بتاعته بالكامل. Number 8, why did Malcolm pretend to be unworthy of the kingship in his conversation with Macduff؟ لما ماكدوف هرب لإنجلترا وانضم لمالكوم اللي هو الوريث الشرعي للملك، مالكوم تظاهر ان هو غير جدير او غير مناسب بالملك وانه هيبقى ملك سيء، تظاهر قدامه كده. ليه عمل كده؟ مالكوم was testing Macduff's loyalty، كان بيختبر اخلاص ماكدوف طبعا to his country by pretending بانه تظاهر اللي هو مالكوم يعني to be a greater tyrant، tyrant يعني طاغية او حاكم مستبد، than Macbeth، اكتر من Macbeth. Number 9, how did Macduff prove his loyalty؟ يعني ازاي اثبت ولاءه to his country and to Malcolm والمالكوم. When Malcolm tested Macduff's loyalty، لما كان بيختبر ولاءه to see if Macduff was truly loyal، يعني كان بيشوف ماكدوف اذا كان مخلص حقيقي فعلا في اسكتلند،
ماجد اوف كرايست ساعتها صرخ وقال ايه؟ او سكوتلاند سكوتلاند او نيشن ميزربل، يا لا تعاسة او بؤس اسكتلندا، يعني تخلص من حاكم مستبد تروح لحاكم تاني مستبد برضه. نمبر 10، what bad news did Ross bring Magduff؟ روس انضم ليهم في انجلترا بس جاب خبر وحش لماجدوف احنا عارفينه طبعا. روس told Magduff that his family had been murdered by Magduff's men، قال له ان اسرته تم قتلها على يد رجالة Magduff. Number 11, how did Magduff react to the news of murdering his family؟ ايه كان رد فعله للاخبار قتل عائلته؟ He was struck with grief. Struck with grief يعني صدم بسبب الحزن او اصاب الحزن الشديد. And regret والندم for leaving his family، انه ساب اسرته unprotected يعني مش محمية. وساعتها قرر ايه بقى؟ He decided to kill Magduff himself، يعني قرر انه يقتل Magduff بنفسه. Number 12, how did Magduff's decision to kill Magduff's wife and children contradict with his character in the beginning of the play؟ ازاي قرار Magduff بقتل زوجة Magduff واطفاله يتناقض مع شخصيته اللي ظهرت في بداية المسرحية؟ Magduff was a person who was full of human kindness، كان مليء بالعاطفة الإنسانية. But after killing King Duncan، بعد ما قتل الملك دانكن، Magduff's character was controlled by greed، شخصيته تحولت وبقى عنده طمع شديد هو اللي بيسيطر عليه. And the mad desire ورغبة مجنونة to keep power بالاحتفاظ بالسلطة حتى لو قتل أي حد أو عمل أي حاجة. Number 13, why did Magduff think that he couldn't be hurt or killed؟ ليه Magduff بيعتقد ان هو ما يقدرش حد ان هو يأذيه ولا يقتله؟ طبعا بسبب الوهم اللي صدرته له الساحرات. Magduff thought that he couldn't be hurt or killed because he believed in the spirit's promise، يعني بيثق في الارواح الاشباح اللي ظهرت له. That his life was charmed، ان حياته مسحوره يعني محميه بالسحر. Number 14, what was the question that still worried Magduff when he visited the witches؟ ايه السؤال اللي كان لسه بيقلق Magduff لما زار الساحرات واللي ظهر في الاخر مع الشبح الرابع؟ Magduff was still worried if Banquo's children shall ever be kings، كان قلقان ان اطفال Banquo هيبقوا ملوك بعد كده، خاصة ان Magduff خلفش. Number 15, why did Magduff escape to England؟ ليه Magduff هرب لانجلترا؟ طبعا to join the army، عشان ينضم للجيش، which Malcolm was preparing to fight Magduff. Number 16, why was Lady Magduff angry؟ ليه كانت Lady Magduff زعلانة with her husband من جوزها؟ Because her husband had fled، لأن جوزها هرب to England. So suddenly leaving his family، وفجأة بيسيب عيلته unprotected غير محمية. Number 17, why did Magduff attack the castle of Fife؟ ليه هجم على قلعة Magduff اللي اسمها Castle of Fife؟ Because he got so angry، لأنه زعل جدا وغضب في صورة الغضب. And decided to kill Magduff's wife and the children، وقرر يقتل زوجة Magduff وأطفاله. Number 18, why did Magduff see that killing Magduff secures his kingship؟ ليه بيشوف Magduff إن قتل Magduff هيحمي أو يضمن له الملك؟ Because the witches warned him against Magduff، لأن السحرة حذروا ضد Magduff بس. Number 19, what did the messenger tell Lady Magduff؟ الرسول اللي وصل لليدي Magduff قبل ما يهجموا عليها كان بيقول لها ايه؟ The messenger warned her that murderers were in the castle، كان بيحذرها ان القتلة موجودين في القلعة. and asked her to escape immediately for her life، وبيطلب منها انها تهرب فورا من اجل حياتها وحياة ابنائها، لكن للأسف ما لحقتش. نخش بعد كده على بعض الكوتيشنز او الاقتباسات او سؤال الكومنت يعني في الفصل الرابع. نمبر 1، double double toil and trouble fire burn and cauldron bubble. cauldron اللي هي النار او المرجل اللي هو بيحط فوق القدر، وبابل بيعمل فقاعات. دي تعويذه كانت بتقولها الساحرات. The three witches said this، قالت الكلام ده while they were preparing the magic spell، كانوا بيجهزوا التعويذه السحريه اللي هيدوها لماجبس ويخليه يشوف الأشباح الأربعة. Number 2, by the breaking of my thumb something wicked
this way comes. بتقول في شخصية شريرة هتيجي. طبعا ده كان في انتظار مين؟ ماكبث. One of the witches said this. She said that the pain in her thumb meant that something evil was coming close. قالت ان الالم اللي في صباعها ده بسبب ان في شخصية شريرة جاية وان هي ماكبث. Number three. Beware Macduff. Beware the Sign of Fife. خد بالك من ماكدوف. خد بالك من امير قلعة فايف. طبعا this was said by the first apparition. ده اللي قاله الشبح الاول او يعني الصورة الخيالية او الروح الاولانية to Macbeth لماكبث. It warned Macbeth against Macduff. بتحذره ضد ماكدوف. The Sign of Fife. امير مقاطعة فايف. Number four, be bloody, bold, and resolute. Love to scorn the power of man, for none of woman born shall harm Macbeth. خليك دموي وجريء وعازم على كل شيء واضحك واسخر من قوة أي إنسان، لأن محدش ولد من امرأة يقدر يأذيك يا Macbeth. طبعا this was said by the second apparition to Macbeth. It encouraged Macbeth, كان بتشجع Macbeth to be bloody, bold, يعني يبقى جريء ودموي, and fear no one, وما يخافش من أي حد, born by woman, ولدته امرأة. Number five, Macbeth shall never vanquished be until great Birnam wood to high Dunsneen hell shall come against him. Macbeth لن يهزم أبدا إلا إذا تحركت غابة برنام العظيمة إلى جبل دانسنين اللي هو في قلعة ماكبث وتبقى قدامه. طبعا this was said by the third apparition to Macbeth. ده اللي قاله التالت لماكبث. It comforted Macbeth, يعني كان بيهدي ماكبث, that he wasn't to be defeated, إن هو لن يهزم أبدا unless برنام would, إلا إذا غابة برنام moved toward his castle, تحركت ناحية قلعته. حكاية غابة تتحرك طبعا دي حاجة مستحيلة, لكن هنشوف النهاية اللي حصل. Number six. From this moment the very firstling of my heart shall be the firstlings of my hand. من اللحظة دي أي حاجة بتمناها أو عايزها هتنفذها إيدي على طول, مش هستنى. طبعا Macbeth said this to himself when he heard about Macduff's flight, لما سمع عن هروب Macduff to England to join Malcolm's army, انضم لجيش مالكوم. طبعا هو هنا يقصد ان هو ادم قرر ينتقم من ماكدوف, هينتقم منه فورا مش هيأجل اي حاجة. Number seven, shall Banquo's issue ever reign in this kingdom? هل موضوع بانكو او اي حد ليه علاقة بانكو هيحكم في هذه المملكة؟ طبعا Macbeth said this to the witches, قالها للساحرات. He wanted to know, كان عاوز يعرف, if Banquo's children, أطفال أو أبناء Banquo, shall ever be kings in Scotland, هيكونوا ملوك في اسكتلندا. Number 8, I doubt some danger does approach you nearly. أنا حاسس إن في خطر بيقرب منك. If you will take a homely man's advice, لو تاخدي نصيحة إنسان بسيط, be not found here. ما تقعديش هنا يعني خالص, واهربي على طول. طبعا ده اللي قالها a messenger said this to Lady Macduff. واحد يعني كان عنده ضمير, رسول عنده ضمير وعرف بخطة Macbeth لقتلهم هي وولادها ومرات طبعا Macduff. He warned her to escape, يعني حذرها انها تهرب immediately for her life as some murderers were in the castle, لان في بعض المجرمين او القتلة في القلعة. Number 9, I'm not treacherous. أنا مش خاين. اللي قال الجملة دي مين بقى؟ Macduff said this to Malcolm, who suggested that Macduff may betray him. اللي كان بيتكلم إن أنت خنت كده Macbeth, ممكن تخون أنا كمان. قالوا لا أنا مش خاين. Macduff بيقول الكلام ده لمالكوم في إنجلترا لما كان بيختبر ولاءه. Your castle is surprised. Your wife and babies savagely slaughtered. قلعتك تم مدهمتها, مراتك وولادك اتدبحوا بشكل متوحش. طبعا اللي قال الكلام ده مين؟ Ross said this to Macduff in England. He told him that his family had been murdered by Macbeth's men.
قال له إن أسرته تم قتلها بواسطة رجال ماكبس. نمبر 11 أوه سكوتلاند سكوتلاند، طبعا دي من أشهر اقتباسات في المسرحية، يالا سكوتلاند البائسة يعني. ماكدوف said this when Malcolm said he would be even more violent than Macbeth. لما مالكوم كان بيختبره بيقول له ان هو هيبقى اكثر عنف وفساد يعني والديكتاتورية من ماكبس when he became a king، لما يبقى ملك. نمبر 16 ماكدوف this noble passion child of integrity has wiped the black scribbles from my soul and reconciled my thoughts. بيقول له يا ماكدوف، بيقول له يا ماكدوف انت عندك نبل او عاطفة نبيلة ومثالية طفل، وان دي حاجة شالت من عنده اي شك ناحيته، وان هو خلاص يعني استأنس بيه وعرف ان هو مخلص ليه. فنقولها بقى كأنسر يعني، Malcolm says this to Macduff praising him، بيمدحه، and said that he was testing him، وبيقول ان هو كان بيختبره، but he trusted him in the end، ولكن هو بيثق فيه في النهاية، he apologized وبيعتذر. نخش بعد كده على Act 5. Number 1 what did Lady Macbeth suffer from؟ Lady Macbeth كانت بتعاني من ايه؟ She was sleepwalking، كانت بتمشي وهي نايمة، and rubbing her hands، وعمالة تدلك ايديها وتحرك ايديها يعني تفرك ايديها جامد all the time، seeing blood in them، وشايفة فيها دم وهمي، she got insane يعني بقت مجنونة. Number 2 why did the doctor say he can't cure Lady Macbeth's disease؟ ليه الدكتور قال انه مش هيقدر يعالج المرض بتاع Lady Macbeth؟ The doctor saw that Lady Macbeth's disease wasn't physical، قال ان المرض بتاعها مش مرض عضوي او يعني بدني، هو مرض نفسي. What was the doctor's advice to the gentlewoman about Lady Macbeth؟ طب كان نصيحته ايه للست اللي بتعتني بيها او بترعاها؟ He advised the gentlewoman to take away anything that Lady Macbeth could use to kill herself. نصح انها تبعد عنها اي حاجة ممكن تستخدمها في قتل نفسها لانها عندها بوادر الانتحار. Number 4 why did most of the Scottish lords and soldiers join Malcolm's army؟ ليه معظم اللوردات والجنود انضموا لمالكوم وسابوا ماكبس؟ طبعا to punish ماكبس، عشان يعاقبوا ماكبس for his terrible crimes، على جرائمه الفظيعة and tyranny وطغيانه. Number 5 why did Macbeth ignore the news about Malcolm's army؟ ليه ماكبس تجاهل أخبار وصول جيش مالكوم وتعامل معها يعني كده بتعالي؟ طبعا ليه بقى؟ because Macbeth believed in the witch's prophecies، لأنه مؤمن بنبوءات الساحرات that he is safe، إن هو في أمان، and unbeatable، unbeatable يعني لا يهزم، وقال إن his life is charmed، وإن حياته إيه مسحورة. Number 6 why did Macbeth order his servant to bring his armor؟ ليه طلب من الخادم بتاعه إنه يجيب له الدرع برضه؟ to feel more prepared and confident، يعني عشان يحس بالثقة من نفسه ويبقى مستعد برضه. Number 7 what was Malcolm's plan to surprise Macbeth's castle؟ السؤال ده مهم، ايه كانت خطة مالكوم للهجوم على قلعة Macbeth؟ ممكن بسؤال آخر أو بطريقة أخرى، How did the prophecy of the third apparition come true؟ طب إزاي النبوءة بتاعة الشبح الثالث اتحققت؟ طبعا الشبح الثالث كان بيقول إيه؟ إن ماكبث مش هيهزم إلا لما غابت برنام تتحرك لغاية القلعة أو تطلع التل اللي فيه قلعة ماكبث. Malcolm ordered the soldier to cut down the tree branches of برنام wood، أمرهم إن هما يقطعوا روح الشجر بتاعت غابة برنام، and to hold them، وأمرهم إن هم يمسكوها in front of them، قدامهم كده تداريهم، to hide the real number، عشان يخفي عددهم الحقيقي، and surprise Macbeth's castle in attack، ويفاجئ قلعة Macbeth بالهجوم. It looked like برنام من بعيد، يبقى الشكل إن برنام وود was moving to Dunstan's hell. Number 8 why did Macduff want to fight no one but Macbeth؟ لما Macduff وصل في المعركة مش عاوز يتعارك مع أي حد من رجالة ماكبس اللي فاضلين معاه غير هو شخصيا،
ممكن سؤال تاني، why did Macbeth try to avoid him؟ وليه ماكبث حاول ان هو يتفاداه؟ Macduff's only aim، هدف ماكدوف الوحيد to find Macbeth and kill him، ان يلاقي ماكبث ويقتله. In avenge to the murder of his family، كانتقام لقتله لعائلته. Macbeth wanted to avoid him، ماكبث كان عاوز يتجنبه. ليه؟ Because his hands were involved in the blood of Macduff's family، لان ايده بالفعل كانت متورطه في دم عائلة ماكدوف. Number 9. What were the crimes that Lady Macbeth referred to in her sleepwalking؟ إيه الجرائم اللي كانت بتصرح بيها Lady Macbeth أثناء سرها وهي نايمة؟ الهلاوس اللي بتقولها. She referred to the murder of King Duncan، قالت إن هما قتلوا King Duncan وبانكو and Macduff's family. Number 10. What did Lady Macbeth used to do in her sleepwalking؟ يعني كانت متعودة تعمل إيه وهي ماشية نايمة، يعني سائرة نائمة. She used to rub her hands، إنها عمالة تفرك إيديها trying to get rid of imaginary blood stains، بتحاول التخلص من بقع الدم الوهمية. Number 11. How did Lady Macbeth meet her end؟ إزاي Lady Macbeth لقت حتفها؟ She may have ended her life by her own hand، ربما تكون يعني أنهتها بإيديها to get rid of her feeling of guilt، يعني ممكن تكون تحرت عشان تتخلص من شعورها بالذنب. هم لقوها واقعة من فوق القلعة، فممكن تكون وقعت صدفة أو هي انتحرت، بس في الغالب يعني هي ممكن تكون أنهت حياتها بإيديها. Number 12. What was Macbeth's reaction at Lady Macbeth's death؟ لما بلغوه بموت Lady Macbeth، إيه كان رد فعل Macbeth؟ He felt that her death wasn't at a proper time، قال إن هي ماتت في وقت مش مناسب أثناء المعركة. Number 13. How did Macbeth receive the news that Birnam Wood was moving toward his castle؟ Macbeth تلقى إزاي الخبر اللي قاله له جنود؟ قاله له إحنا شايفين الغابة بتتحرك وطلع ناحية القلعة. طبعا Macbeth was completely angry، كان غاضب تماما. He finally realized، أدرك في النهاية بقى that the witches had tricked him، إن السحرات خدعوا. Number 11. Who did Macbeth encounter first in the battle؟ مين أول واحد واجهه في المعركة؟ And what was the result of the duel؟ وإيه كانت نتيجة المبارزة معاه؟ طبعا Macbeth encountered يعني واجه young Seward، Seward الصغير أو الفتى Seward، and he quickly killed him in their duel، وMacbeth قتل هذا الولد. Number 15. When did Macbeth finally realize that he was completely fooled by the witches؟ امتى ماكبث ادرك تماما ان هو تم استغفاله او خداعه بواسطة السحرة؟ وان ماكدوف told Macbeth، لما ماكدوف قبل بقى في المعركة وقال له that he wasn't born of woman، ان هو ما تولدش من رحم امرأة بشكل عادي، and that he was untimely ripped، وان هو نزع من بطنها في غير اوان الميلاد بتاعه of his mother womb، من رحم امه يعني. طب Number 16. Why was Seward proud of his son؟ ليه أبو سيورد كان فخور بيه؟ أبو سيورد كبير يعني. Seward was proud of his son، كان فخور بابنه. Because he died bravely. Bravely معناها بشجاعة. In the battle، في المعركة. Number 17. How did Macbeth meet his end؟ كيف لقى ماكبث حتفه؟ When his castle was in the hands of Malcolm's army، لما تم السيطرة على قلعته بواسطة جيش مالكوم. He met Macduff، تقابل مع Macduff who was seeking him for revenge، اللي كان بيسعى الانتقام منه. Macduff takes Macbeth's head off، وفي المعركة Macduff قطع رأس Macbeth. Number 18. How was Macbeth's tragic end؟ كيف كانت نهايته؟ طبعا بنلخص ايه اللي حصل ليه بقى، المآسي اللي حصلت له نتيجة الخيانة والغش والخداع والعنف. He lost his wife، فقد زوجته. He lost the kingship، فقد الملك اللي كان بيسعى له. And finally he lost his life، وفي النهاية فقد حياته. In the duel with Macduff، في المبارزة مع Macduff. برضو سؤال مهم. Number 19. How was Lady Macbeth the cause of Macbeth's tragedy؟ إزاي Lady Macbeth كانت السبب في مأساة Macbeth؟ Macbeth was at first loyal to the king، Macbeth كان في البداية مخلص للملك. And a great army leader، وقائد عظيم.
Lady Macbeth aroused his greed. Lady Macbeth هي اللي طلعت فيه هذا الطمع أو الجشع and pushed him to betray, وكانت بتدفعه أن يخون his king ملكه, and put him on the road of self-destruction, وحطته في طريق تدمير ذاته. Number 20, how did the witches lead Macbeth to his tragic end? دور بقى الساحرات, يعني عندنا في طرفين هم اللي أدوا لنهاية ماكبث, مراته والساحرات. The witches planted the seed of greed, هم اللي حطوا بذرة الجشع والطمع, and endless ambition, والطموح الغير نهائي أو لا نهائي in his mind, في مخه أو في عقله, when they told him he should be a king soon, ولما قالوا له أنه هو هيبقى ملك قريب. They aroused أثاره his greed, طمعه, and pushed him to betray the king, ودفعوه إلى خيانة الملك. They led him to his own destruction, وقادوه إلى تدمير نفسه بنفسه. نخش بقى آخر حاجة الكوتيشنز اللي على Act 5. Number 1, out, damn spot, out, say, I say, امشي يا بقعة يا وحشة يا ملعونة. طبعا Lady Macbeth said this to herself, قالت ده لنفسها, in one of her sleep walking fits, في أحد نوبات المشي نائمة. Your guilty conscience, يعني ضميرها اللي هو بيسموه في اللاوعي يعني أو الشعور اللاوعي, made it difficult for her to sleep, بيخليها ما تنامش. Number 2, who would have thought the old man to have had so much blood in him, مين يفكر ان هذا الرجل العجوز كل الدم ده كان عنده. طبعا برضو Lady Macbeth said this in one of her sleeping fits, she was talking about the killing of Duncan, كانت بتتكلم على قتل الملك دانكن اللي هو the old king. Number 3, here is the smell of blood still, ما زالت رائحة الدم موجودة. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, يعني لسه الريحة موجودة وكل عطور العرب لن تضيع هذه الرائحة من إيدي. طبعا ريحة الدم يعني. Lady Macbeth said this in one of her sleeping walks, she imagined, تخيلت that even if she used all the perfume of Arabia, لو استخدمت كل العطور العربية, وكانت مشهورة العرب في الوقت دوت بالعطور, they won't clear the smell of blood of her hands, ومش عمره ما هيشيل الدم أو ريحة الدم من على إيديها. Number 4, what's done cannot be undone, اللي حصل ما نقدرش إن إحنا نتراجع عنه. Lady Macbeth said this برضو in one of her sleeping walking fit, يعني قالتها أثناء نوبات المشي نائمة. Her guilty conscience, يعني ضميرها, drove her mad, بيخليها تتجنن وشعورها بالذنب. She gave confessions, يعني بتدلي باعترافات about their crimes. However, ومع ذلك, they couldn't go back and undo their crimes. ما يقدروش لا هي ولا Macbeth يرجعوا بالوقت ويغيروا جرائمهم أو ما يعملوهاش. Number 5, she has spoke what she should not. دي قالت كلام مفروض ما تقولوش. I am sure of that. أنا متأكد أو أنا متأكدة. Heaven knows what she has known. ربنا وحده اللي يعلم هي عارفة إيه تاني. طبعا the gentle woman said this to the doctor about Lady Macbeth. قالت الكلام ده للدكتور اللي كان بيعالج Lady Macbeth عنها. She told him that Lady Macbeth had revealed, بيقول ان Lady Macbeth كشفت much of the secrets, معظم الأسرار. Number 6, unnatural deed do breed unnatural troubles, يعني الأفعال الغير طبيعية تؤدي إلى مشاكل غير طبيعية. طبعا the doctor said this to gentlewoman, الدكتور, he meant that Lady Macbeth disease couldn't be cured, يعني ملخص كلامه ان مرضها لن يتم علاجه لانه مرض نفسي. Number 7, bring me no more reports, let them fly all, محدش يجيب لي اخبار تاني, ابعدوا عني كل الاخبار. Till Bernard Wood removed to Dunsin, I cannot taint with fear, لغاية لما غابت برنام توصل هنا دانسنين للتل دانسنين او القلعة بتاعتي انا مش هيصيبني اي خوف. طبعا Macbeth said this to his soldiers at his castle, قالها للجنود بتاعته في القلعة. He was angry about the news he
he kept receiving about Malcolm's army. يعني كان بتدايق من الأخبار اللي عمال توصل له لتجهيزات جيش مالكوم. Number 8. She should have died hereafter. كان مفروض تموت بعد كده مش دلوقتي. طبعا Macbeth said this when Sighton, ده الخادم بتاعه, told him that Lady Macbeth died. لما قال له إن Lady Macbeth ماتت, he meant that his wife should have lived to a later time. يعني بيقول كان مفروض تعيش أكتر من كده وتموت بعد كده مش في الوقت ده. Number 9. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. دي حكاية بيقولها أحمق مليئة بالغضب ولا تعني شيء بالنسبة لي. طبعا Macbeth said this when he received the news of his wife's death. لما تلقى أخبار وفاة زوجته. He felt that life became miserable. حس الحياة بقت بائسة and meaningless وبلا معنى. Number 10. Arm, arm and out. طبعا يعني كلهم لهم السلاح, كل يمسك السلاح ويخرج إلى أخيهم. طبعا Macbeth said this to a soldier when he saw that Birnam Wood was actually moving. لما شاف فعلا غابة برنام بتتحرك towards دانسنين كاسل تجاه قلعة دانسنين, Macbeth felt fear, شعر بالخوف. 11. Thou wast born of woman. انت مولود من امرأة. طبعا Macbeth said this when he faced young Seward, لما قابل Seward الصغير and quickly killed him, وقتله بسرعة. Macbeth still believed in the witches, لسه مؤمن بالساحرات, and so that he killed Seward easily, وبيعتقد ان هو قتل Seward بشكل سهل وسريع يعني, as he bore a charmed life, لانه بيحمل حياة مسحورة. Number 12. I have no words. My voice is in my sword. أنا مش أقول ولا كلمة. كلامي في سيفي. Macduff said this when he faced Macbeth in the battle. لما قابل Macbeth في المعركة, he said his only intention is to kill Macbeth. قال إن نيته الوحيدة هو قتل Macbeth. Number 13. I bear a charmed life. أنا حياتي حياة مسحورة. Which must not yield to one of woman born, والتي لن تستسلم أبدا لشخص مولود من امرأة. Macbeth said this when he faced Macduff in the battle. He told Macduff that he bore a charmed life. قال له حياته محصنة بالسحر. Number 14. Macduff was from his mother womb untimely ripped. Macduff اتولد في غير أوانه ونزع من بطن أمه. طبعا Macduff said this to Macbeth. Macduff told him that he was untimely taken out of his mother womb. ان هو في غير وقته او في غير يعني في معاد ميلاده تم نزعه من بطن امه. Number 15. Hail king, for so thou art. Behold where stand the usurper's cursed head. فليحيى الملك, لانك الان اصبحت الملك. انظر ماذا أحمل, هذه الرأس الملعونة للمغتصب. Macduff said this when he came to Macduff carrying Macbeth's head. قالها وهو شايل رأس Macduff بعد ما قطعها. He offered his loyalty to Malcolm, وبيقدم له إخلاصه ووفائه اللي هو طبعا the new king of Scotland. طبعا بكده بيكون كملنا المسرحية ومراجعة الفصلين. أتمنى أن يكون الشرح واضح وسهل, ولو في أي أسئلة ياريت تحطها لي في الكومنتس أو تبعتها لي على الواتس بأي طريقة. طبعا كل التوفيق لكم في الامتحان, عارف أن تأخرنا عليكم, ولكن إن شاء الله تكون بعد كده الشروحات بدري شوية. وما تنسوش زي ما قلنا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.